السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا إنما كنتم أنتم على فايت شانل. ونتابع الحديث حول مسببات السرطان. تكلمنا عن المسببات الخارجية أو العوامل البيئية، وتكلمنا عن المبيدات، هذه العوامل فيها المبيدات، فبعد الروائح وبعد الأشياء التي يتصل بها الناس أو قد يعملون بها أو قد يستنشقونها وقد تكون حاضرة معهم في العمل أو في البيت أو عليهم في أي مكان. وتكلمنا عن الأشياء التي لها ازدواجية، يعني تستعمل مثلا في لأغراض زراعية أو لأغراض أخرى وتستعمل كذلك كمضافات. فالنيترايت مثلا هو ملوث في الطبيعة ويستعمل كسماد في الزراعة ويستعمل كمضاف غذائي لحفظ اللحوم مثلا، ليس اللحوم فقط لحوم ولكن يستعمل في اللحوم هذه النيترايت لحفظها ضد التلوث او ضد يعني الجراثيم الخطيره مثل الكلوستريديوم باتولاينوم وكذلك ستافيلوكوكساي. هناك مكونات الكبريت التي تستعمل كذلك كسماد، يعني تستعمل لاغراض زراعيه وتستعمل كذلك كمضاف غذائي، يعني هذا يعني لتحفيز المواد يعني ضد الفطريات، وتستعمل كذلك في المواد المنظفه والمطهره، لوريل سولفيت الى اخره، هذه الاشياء سولفيت، مواد سولفيت التي تضاف الى المطهرات والمنظفات. هناك المضافات الغذائية اللي هي تضاف مضافات غذائية يعني محضة، اللي هي الملونات اللي هي المحفظات المواد الغذائية، تكلم عن البنزويت، السوربيت، البي اتش دي، البي اتش اي، عن بروبيونيك اسيد، عن الجالايت، عن اشياء كثيرة هكذا تحفظ المواد الغذائية من التأكسد ومن الجراثيم ومن كثير من الاشياء. حتى بعض الاحماض مثل حمض السيتريك ومثل حمض البروبيونيك مثل حمض اللاكتيك مثل حمض الفورميك مثل كثير من الحمضيات تستعمل كذلك في المواد الغذائية. ثم لان لما نخفض البي اتش، لما نخفض لما يعني نرفع الحموضه، فطبعا ليس هناك جراثيم يعني تنمو. هناك اشياء يعني تستعمل كذلك لتزيين المواد الغذائيه اللي هي الملونات الغذائيه، هذه الصبغات التي تستعمل في المواد الغذائيه، فمنها ما هو ممنوع ومحظور مثلا في الدول الاوروبيه والامريكيه لان يعني تبين خطره بانه مسرطن، منها اشياء اخرى لا زال البحث سائر جاري يعني في شانها. ونتكلم اليوم عن بعض الأشياء التي تضاف للمواد الغذائية قصد حفظ الجودة، مثلا أن تبقي اللون جيد أو تبقي مثلا المادة متماسكة أو تعطيها شكل أو تضفي عليها يعني منظر إلى آخره. وتماسك المادة يستعمل فيه الكاراجينان، مادة الكاراجينان هي كثيرة الاستعمال وتستعمل في مواد الحليب دون حليب البقر. الحليب أنواع الحليب التي تستخرج من النبات مثل حليب الصويا وحليب اللوز، حليب علي أشياء أنواع الحليب التي تستخرج من النبات وهو ليس حليب، ويجب أن لا يسمى حليب إذا كانت القوانين تريد أن تحترم على الأقل يعني الطبيعة، فهو ليس حليب ويجب أن لا يسمى حليب لأنه إذا سمي حليب فسيغلط يعني وسيضلل المستهلك. يجب أن يسمى محلول نباتي أو سائل نباتي أو أي مصيبة أخرى، لكن لا يسمى حليب لأن إذا تسميناه حليب فسنضل المستهلك وهو ليس حليب ولا علاقة له بالحليب. الحليب باللغة العربية هو ما يحلب من الحيوان. هذه هي الأشياء التي يجب أن تبقى عليها القوانين يحترم المستهلك. ثم هذا الكاراجينان قد يوجد في كثير من المواد الغذائية لأنه يبقي المادة متماسكة ومتجانسة لكي لا تنفصل بعض الأشياء يعني أو تتحتل، يجب أن تبقى المادة متجانسة جيدة يشربها أو يستهلكها المستهلك ثم يقول بأنها جيدة. الكاراجينان يعني الأول علي الأبحاث الأولى هي في كل الدول، لكن الأمريكيون يعني هم الذين يعني اكتشف عليه في منذ التسعينيات وليس الآن، اكتشفوا العلاقة الكاراجينان مع التقرحات القولون الأيريتيتين باول ساندروم، وهو ثابت في الأبحاث العلمية. كذلك البلوتين هذا انتفاخ الغازات في القولون، وكذلك هذه التقرحات لها علاقة كذلك بالكاراجينان مثل الكرون ومثل التقرح العصبي الذي سنعود إليه نحن بصدد سرطان، وهي مادة مسرطنة. الكاراجينان مادة مسرطنة، يعني الريسيرش بيبرز هادو يعني اللي إذا أردتم أن تطلعوا فعليين فادخلوا اكتبوا ريسيرش بيبر، لما تكتب مثلا كلمة تريد البحث عنها فأضيف أمامها ريسيرش بيبر لكي يخرج لك محرك المعلومات يخرج لك ريسيرش بيبر. هذه الأشياء المنشورة الأكاديمية ثابتة يعني الموثوقة التي عندها ريفري اللي عندها باحثون صححوها وسمحوا بنشرها يعني طبعا وتأكدوا من حقيقتها وحقيقة أصحابها. فهذه الكاراجينان مادة تستعمل الآن وهي مادة مسرطنة. ثم كذلك البنزويل بيروكسايد يستعمل لتبييض المواد الغذائية،
لون ابيض ناصع يعني هذا لامع يبقي هذه. والبنزويل بيروكسيد منع في بعض الدول لكن لا زال يستعمل هذا البنزويل بيروكسيد، ويستعمل بليتشين، ويعني البليتشين يعمل هذا للدقيق او لبعض الخبائز بهذا بالبنزويل بيروكسيد، وهي ماده مسرطنه كذلك. فلما تدخلوا لمحركات البحث سيخرجون لكم ميث، كانسر ميث، وهذه كانسر ميث هي اسطوره، يعني ميث هي اسطوره، وكانهم يريدون ان يقولوا لكم هذه الاشياء اسطوريه خرافيه وليست حقيقه علميه، ولا تثقون ولا تصدقوا كلمه ميث في محرك البحث. فليس هناك دخان بدون نار. ولماذا ملئت، لماذا امتلأت المستشفيات والمشفيات والعيادات الحرة والحكومية في جميع البلدان بالسرطان؟ لماذا؟ لماذا يعني أكثر من نصف المرضى الذين يزورون المشفيات والمستشفيات هم بالسرطان، بسبب السرطان وليست أمراض أخرى؟ فمن أين أتى هذا السرطان؟ ولا زال هناك من يعزف على يعني على موسيقى القرن الأول وليس القرن التاسع عشر؟ أن لا علاقة بالأغذية بالسرطان. ثم من أين أتى السرطان إذا لم يأتي من المواد الغذائية؟ ليس المواد الغذائية التي خلق الله، إنما المواد الغذائية التي صنعها الإنسان وأضاف إلى أشياء مسرطنة. فلأن بعد يعني هذه الأشياء الآن التي كانت في السبعينيات والثمانينيات كانوا يعني كان هناك إعلام وتعتيم قوي جدا على مستوى الأوساط الإعلامية بألا يربطوا المواد الغذائية بالسرطان، وهناك من لا زال يعيش على هذه الأحلام هذه. فعلاقة المواد النظام الغذائي وعلاقة الأغذية بالسرطان هي 101% وليست 100%، ولا يقدر أحد أن ينكر أو يفند الحقيقة وحقيقة الواقع وحقيقة الأرض، أشياء موجودة على الأرض، مستشفيات والعيادات مملوءة، البشرية هلكت بالسرطان، البشرية هلكت بالسرطان، ويجب أن ينتبه الناس لهذه الأشياء هذه. وسندخل إلى الأساس الثانية، يعني كيف نتعامل مع العلاجات، لأننا في الأساس الأول يعني مسببات المرض، ثم لما ندخل الأساس الثاني وهو كيف العلاج من السرطان وكيف التعامل مع هذه العلاجات، وسنرى يعني كم يعيش الناس بهذه العلاجات وكم يعيش الناس من بعد العلاج. فهذه المسرطنات هي هذه الكاراجينان والبنزويل، هذا يستعمل لتبييض، كذلك البروميت، بروميت البوتاسيوم، بروميت البوتاسيوم يستعمل في الكونديشيونين، الكونديشيونين وكذلك تبييض البليتشين والكونديشيونين. هذا يعني الكونديشيونين هو يعني هذه الماده لما يعني تكتمل صناعتها وتكون يعني فهي الكونديشيونين، فيضاف الى هذا البروميت والبرومايد والبروميت في البوتاسيوم. هذا البروميت البوتاسيوم تستعمل، هي ممنوعه في كندا، ممنوعه في كثير من الدول، لكن لا زالت تستعمل في كثير من الدول. نحن ننتظر حتى يمنعوهم ثم نتبعهم او لا نتبع، قد لا نتبع. دائما هذه الدول هي التي تكتشف ان ماده خطيره لتسحب هذا المنتوج من السوق، اما دواء، اما ماده غذائيه، اما بسكويت، اما مشروب، اما اشياء هكذا، تسحبها من السوق وترحمنا. هذه البلدان ترحمنا، هي التي ترحمنا، اما بلداننا لا يمكن ان تمنع ولن تكتشف شيئا في هذه المواد ولن تقوم لها يعني قائمه. لدينا مختبرات لكن ليس لدينا خبراء. المختبر بدون خبير لا يمكن ان يفعل شيء. المختبرات فيها معدات راقية ولكن تكتفي بالقياسات والمواصفات للمادة فقط، تختبر القياسات والمواصفات، تختبر الجودة، لكن يجب أن يكون خبير ليكون العمل داخل هذه المعامل، هذه المختبرات، يتجه إلى البحث عن الجزيئات الخطيرة في هذه المواد الغذائية. وبدون خبير لا يمكن أن يفكر شخص في هذه الأشياء لأنه لا علم له بها، وسنبقى مع الروتين، تحليلات الروتينية التي لا تفيد بشيء. فهذه الدول لما تصدر مادة فهي تعلم جيدا ما مدى وما مستوى هذه المختبرات وهل فيها خبراء أم لا، هي تعلم جيد. ولذلك يجب أن نتوقف عن هذه الأشياء فكفى، لأن بلداننا الآن يعني مصابة أكثر من البلدان الغربية، لأننا نستورد كل شيء ولأننا لا نعلم ما نستورد ولا نعلم حتى ما نستهلك ولا كم نستهلك من هذه الأشياء. فهناك من يقول أن هذه المادة إذا استهناك بقدر ضئيل لا تحدث سرطان. نعم، لا والله نعم، إذا استهلكت مادة واحدة وكان فيها مسرطن بتركيز 0.01%، نعم جيد أنا متفق معه. لكن إذا استهلكت 10 أو 15 أو 30، وإذا كان طفل لديه 15 كيلو وليس شخص لديه 70 كيلو، فأين إلى أين سنصل بهذه الطريقة؟
نحن لا نستهلك منتوج واحد، نحن نستهلك 10 أو 15 أو 20 منتوج، وهناك منتوجات تحتوي على 5 مسرطنات في آن واحد. يجب أن يكف الناس عن هذا الحديث، فالبشرية هلكت، البشرية هلكت بالسرطان. يجب أن ينتبه الناس لما يأكلون وما يشربون، ويجب أن ينتبهوا يعني ما أمكن، فالجوع أحسن من السرطان. إذا لم يجد الشخص ما يأكل ورأى أنه سيهلك نفسه فلا يأكل ولا يتناول أي شيء، فقط يعني حل بسيط جدا، ولو كان الناس يتبعون هذا الحل يعني لا خفضنا نسبة السرطان بأكثر من 20-30%. فقط أن لا يأكل الناس أي شيء. إذا اضطر الشخص طبعا سيفتح علبة سمك يأكلها، ماشي مشكل، لكن أن يعيش بهذه الأشياء طول حياته فلا يمكن، لأن هذه المسرطنات يوميا، إذا استهلكت منتوج غذائي فيه مادة مسرطنة مرة في الشهر وحتى مرة في الأسبوع لا أظن أنه مشكل، لكن إذا استهلكت يوميا نفس المسرطنات يوميا وتعيش بهذه الأشياء فمن المستحيل أن لا يصاب الشخص بسرطان. وهذه الأشياء يجب أن ينتبه إلى الناس. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.